حضرتك تقول لنا الذبحة الصدرية لها أنواع ولا نوع واحد؟ لها أنواع زي ما اتكلمنا، الذبحة الصدرية في ذبحة صدرية مستقرة وهي اللي لا غير الأنواع في دي. في ذبحة صدرية غير مستقرة، وده بتختلف عن الذبحة الصدرية اللي ممكن تيجي وقت الراحة، ممكن بتيجي بتتكرر كتير، عدد حدوث المرات بتاعتها كتير، الشدة بتكون أشد وأقوى، مدتها بتكون أطول عن 15 دقيقة زي ما اتفقنا. ودي بتيجي بسبب تصلب الشرايين وبيحدث فيها شيء من الجلطات، ولكن الوعاء الدموي او الشريان التاجي مش بيتقفل بالكامل، فبيكون في بعض من الدم بيوصل لعضله القلب، فتبدا تتحول الذبحه الصدريه دي لذبحه صدريه مستقره الى غير مستقره. ممكن تحدث بعد جلطات القلب، ممكن تحدث كاول مره نوع من انواع الذبحات الصدريه. في ذبحه صدريه متغيره، ودي اللي حابب اوضح عليها جدا يعني، وده بتحدث في الشباب وصغار السن بسبب الادمان، مش بتحدث بسبب الجلطات ولا تصلب الشرايين ولا اي حاجه من الحاجات دي. دي بتحدث بسبب تقلص الشريان، المرونه اللي فيه والنعومه دي مش بتكون موجوده، لكن لا فيه تصلب لا فيه دهون ولا اي حاجه، لا هو عباره عن تقلص في الشريان التاجي فقط. فاندفاع الدم دي بيكون مش كافي، فيبدا المريض وقت الراحه يحس بالم شديد في صدره مش عارف مصدره ايه، ودي طبعا يعني بتحدث في شباب الأيام دي كتير، وبنصحهم طبعا بعدم التعاطي والمخدرات وكل وسائل الإدمان اللي بتؤدي لخطورة الحياة. بما أننا هنتكلم عن نصائح بقى، هو الوقت يعني ما انتهاش قوي، أنا هتكلم ده تقلق. بما أننا هنتكلم عن نصائح، فعايز حضرتك لو هتوجه النصائح لمريض الذبحة الصدرية بشكل عام، ولو هتوجه للشباب ايه نصائحك غير الادمان مثلا المدمنين دول، ايه نصائحك للمريض بشكل عام؟ المريض عموما ان هو يقلل وزنه، اهم حاجه في كل حلقه تقليل الوزن. بعد كده يمارس الرياضه بانتظام، والرياضه ما تكونش رياضه عنيفه خصوصا لو هو عنده ذبحات صدريه، لا تكون مشي نص ساعه 5 مرات في اليوم، ده كافي جدا. والمشي ليه فايده مهمه جدا يا احمد، حتى للناس اللي هم الطبيعيين، بيزيد من حاجة اسمها الدهون عالية الكثافة. الدهون عالية الكثافة دي مفيدة، اللي هي ما بتبقاش مضرة، مفيدة مفيدة، وبتحمي القلب من الجلطات، وبتحمي الشرايين من التصلب، وربنا سبحانه وتعالى وضعها كموضع حماية للإنسان. يبعد عن التدخين والمخدرات وسبل التعاطي بكل ما تحتويه الكلمة يعني. طبعا يبعد عن التوتر والقلق والضغوط، الرياضة ونظام غذائي سليم، والنظام الغذائي يكون بعيد عن الأملاح والدهون أو قليل في الدهون والأملاح. يظبط ضغطه وسكره، مستويات السكر تكون مظبوطة، ومعدل ضغط الدم يكون مظبوط.